السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا الف خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه كتجي بنينه بحال كتاكلي شي طارت، اش غادي نقول لكم. وما شاء الله غادي نشارك معكم التفاصيل ديالها، غادي تجي سهله وما كتهزش بزاف ديال المقادير. المهم دابا غادي تشوفوا كل شيء في الفيديو. السلام عليكم دي حرامي، نتمنى غير ان شاء الله تكونوا تمارا مليح. نهارا كي كنتشارك ايجن كيكات تزد مشنو طارته تزد بزوزي سوطاس اكنيت جارخو اقلمك قدير وخا كتعطي ريخشه. المهم البنات غادي نشارك معكم، عندي هنايا واحد الكوب ديال الزيت، واحد الكوب ديال السكر، وعندي ثلاثة بيضات فرقتهم، وعندي واحد خميرة، وعندي فانيلي ديال السكر، وعندي ناتا، وعندي كريمة غادي نزوق فيه. ودابا غادي نبدأ مع الخليط. المهم هذا حرام شكيت ورا نتغايضي فنجان الزجت، فنجان السكر، ثلاثة نجاري فخم، ديجن خميرة، ديجن فانيلي السكر، وناتا، ديجن كريمة زي السكر. دابا البنات عندي واحد الاناء غادي ديروا فيه شويه الملحه وغادي نخلط البيض. المهم هذا حرامين خو غيغداني تكليج البنيوت غيغدايس شويه نتمتحت الخو غيغدايس ثيم جيرين ونيه شمرني افرق غطاوي مليح مشنا وكريمه. ودابا غادي نديرو فيه واحد فانيلي ديال السكر. المهم هذا حرمان كيغدي سيجن شيغط فانيلي السكر، ومن بعد غادي نديرو فيه الكاس ديال السكر، ومن بعد غادي يصير الكاس ديال السكر. ودابا غادي نخلطو مزيان حتى غادي يستمر بحال الكريمي. المهم هذا حرمان الخضراوي مليح امشناو اجن كريمه. المهم البنات دابا غادي نديرو فيه ثلاثة ديال البيضات ديال الملح كما تشوفوا. المهم هذا حرامين نخو قد يسكر الملح واثاوي مليح ماشي وجناطه. المهم البنات دابا غادي نخلطو مزيان. ودابا البنات عندي معلقه ديال الشين محكوك. المهم هذا حرامين غالي داني تاكيد تا غنجاج الشين يحك، وغادي نديرو فيه الكوب ديال الزيت تا فنجاج نزجت، ومن بعد غادي نعاودو نخلطوه. ودابا البنات غادي نديرو فيه 9 ديال المعلقه ديال الطحين، ولكن ما غاديش نديرهم كاملين، غادي نفرقوهم من بعد غادي نكملو فيه، ومن بعد غادي نديرو فيه واحد خميره ديال الحلويات. المهم هذا حرامي نخو بالنسبه ان وتكغبو مره كيخ 9 غنجاين، ولكن فقخنت بعد كيخ 7 من بعد كمرختي نغمي وطنطاوي شوي شوي باش هو نغيضيع الخليط. ودابا غادي نديرو في الفران 180 درجة، بالنسبة لي حرامي أثقخ دوك فران 180 درجة، ورخو أثقخ كريم، كريم غالي داني تاكيد 500 غرام من كريمة مش كيدي توارد أتاوي خت كمر. المهم البنات كما تشوفو هنايا غادي ندير هداك كريمة كاملة فيها 500 غرام، ومن بعد غادي نديرو فيه واحد الساشي ديال فانيلي السكر. المهم هادي حرامي نخو دي سكر إيجن شيغ من السكر، ومن بعد غادي نخلطو مزيان. المهم هذا حرامي نخو اثاوي مليح. المهم هذا حرامي رخو اقا كمرختت رخو دي سكر كريمايا صاخت زي ليدل
ولكن ما شاء الله تفوق كناطة ثبت عزيزو قضمار من تخصد جار بخطط عاوز جار بخطط تفوض نطا نص الصباح حتى الصباح. المهم الماك كما تشوفوا درتها في هذاك كريمه كتجي زعما ما شاء الله. ومن بعد غادي نديروه في الثلاجه ان شاء الله غادي تريح جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق ومن بعد باش نزوقها فيها الكيكه ديالنا. المهم تحرمين بالنسبه لطير خوات كشوي ديني بيره اجن 2 دقيقات. مهم بالنسبه تاع تكشوي تاني شويه تشديوها وزي السنيه تكسغ ازي الزوقر رخو غاري داني تاكيد كي كاينو اقد تقصغ زير وسط تسوخ صوغي ودي بوا خاص غرناطه. المهم البنات كما تشوفوا مع الكيكه راني قصتها وديرتها شويه بالحليب ومن بعد درتها هذاك الناطه. ومن بعد البنات غادي نديرو فيه شويه ديال القرقع محكوك كما تشوفوا معايا هنايا درته في الوسط. ومن بعد غادي نديرو الطبقه جوج كما تشوفوا. المهم البنات دابا غادي نديرو الطبقه الفوق كما تشوفوا هنايا. دابا غادي ندير واحد الحليب فيها باش كتجينا يعني مرطبه مزيانه. المهم ما تحرميش كي تورا تخو كي خاص وني وجنا طبقه وسنين الخو اتسوخ صغي مش كي تورا. المهم غير تقطع صغير باش تفرط بجوج ديال الطاس ام شناوي جن طارت. نتمنى غتجرب انت اذا كنت تعجبي ان شاء الله. وزي السنين خاص الخو كريمه مش كي تورا دا. ومن بعد البنات غادي نديرو فيه كريمه كما تشوفوا. ومن بعد البنات غادي نديرو فيه شويه ديال الكعك. المهم البنات دابا غادي نديرو فيه شويه الكعك كما تشوفوا. المهم تحرمين خو خاص دير شويه تغيشت وجنة. المهم تز من داك تغيني ما شاء الله وجدت كعك كنت خفينو تمنى غتجرب انت اخميت تنطرت نيت من زند النوبه. المهم تمنى غتجرب انت تخلي دار التعليق كنت وتشكر كنت توطاس وتشكر اني تغاري تاثن اصلا زار غبار وتغاري تاثن ويدي تقل لايك ويدي تقل الاشتراك ونوال يدي تقل شامة شامة عليش. المهم اخو كنت جغاش نبيو نغني ان شاء الله. المهم البنات دابا غادي نخليكم مع النهاية حتى الفيديو الاخر ان شاء الله. كنتمنى يجعلها تعجبكم. الا عجبكم ما تنسونيش اللايك ديالكم والاشتراك ومع السلامة حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.